نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. للجنة عدة أسماء، منها الجنة ودار السلام ودار المقامة ودار الحيوان وجنة عدن والفردوس، وكذلك المقام الأمين، وعددها كثير. للجنة درجات 100 ما بين كل درجة والأخرى، كما بين السماء والأرض، وأعلاها منزلة هي الوسيلة، وهي منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وله من الأبواب 8، منها باب الريان للصائمين، وباب الصلاة، وباب الجهاد، وكذلك باب الصدقة. وتبلغ المسافة بين دفة كل باب كما بين هجر ومكة. وللجنة خزنة وبوابين عند كل باب، وكبيرهم اسمه رضوان، ومفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، وأول من يقرع باب الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعد أمتنا، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هي أولى الأمم دخولا لها، وكذلك أكثرهم فيها. وتربة الجنة هو المسك الخالص، وفي الجنة جنابذ من اللؤلؤ، وفيها خياما من لؤلؤ مجوف، وفي الجنة شجرة يسير الراكب الجواد في ظلها 100 عام لا يقطعها، وفي الجنة عيون وأنهار من ماء ولبن وعسل وكذلك خمر. وأول ما يأكل أهل الجنة لحظة دخولهم الجنة هو زيادة كبد الحوت، ويأكلون ويشربون من الفواكه ولحم الطير مما يشتهون. ولا يحتاج أهل الجنة أكرمكم الله للخلاء، ولا يصيبهم المرض، ولكل امرئ في الجنة زوجة، وأهل الجنة يتزاورون فيها، ولهم سوق يأتونه كل جمعة. وأعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية ربهم كما يرون القمر، لا يتزاحمون في رؤيته. وفي نهاية هذه الجولة السريعة والماتعة في نعيم الجنة وصفتها، ستكون قررت التزود بعون الله من أعمال الخير وأعمال البر، فقط نوصيك بأمرين: بإخلاص النية ومتابعة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام،